السلامة. مع السلامة أختي. ها السلامة. قد من لا روح. أنا تونسي نعيش في ليون. فوالا. بيبيك. جيت لهنا بور كيلكو تروك هكا دي بيتا افير فاكونس ومروح على روحي فوالا. حبيت نشوف شنو معناها المواضيع نتاعكم هذوما معناها اللي قاعدين يدوروا حاليا في تونس فوالا. اي بي دونك اخترنا نحكيوا على تجربتك الشخصيه مع الهجره. تجربتي الشخصيه انا مواطن معناها جنسيه فرنسيه تونسيه. نخدم غاديكا معناها تبع الدوله. نخدم في توسكي حمايه الاطفال. فهمت فوالا. حمايه الاطفال الفاقدين السند. فاقدين السند والبلاسمون جوديسيير اللي فوقهم الاولاد لبوهم معناها نخدم في نقولوا احنا توسكي اورجونس اون ليا معناها مع لي زونفون لا بروتيكسيون جوديسيير دي مينور لي زونفون. فهمت و معناها قداش من مره معناها خممت حتى باش نعمل بروجي نتاعي لهنا واحد في فوالا. مي فما برشا صعوبات فما برشا كومبليكاسيون. يعني صعوبات ما تخليكش تعمل بروجي في تونس. فوالا اكزاكتومون. اللي هما شنو؟ المشروع اللي في انا قاعد جيت على خاطر وفما حاجات زاد نحب نعملها في تونس. انه معناها توا حاليا في المغرب موجود في السنغال موجود فما. اللي هو شنو بالضبط؟ نقولوا احنا فما دي سيجور اون فيت دو روبتور. الاولاد نجيبوهم لهنا باش يتعرفوا على كولتور باش يعملوا كوبور نتاع 6 موا يقعدوا 6 موا خاطر ما لقاولهمش حل غاديكا. ولاد هايجين برشا كثير وثيران فهمت. مي ديما تقعد فرنسا تحمي في الصغار هذوما وديما تواصل معاهم حتى ل 18 عام. صغار معناها من مختلفي الجنسيات. سيغ ما عندهمش غادي لا ديفيرونس ما عندهمش هكا الاختلاف معناها يبدا واحد تونسي مغربي جزائري عندهم هما سان فرونسي باغ اكزومبل ما عندهمش الاختلاف سورتو مع الاطفال راه فهمت. مي تقعد هكا الفازه نتاع ديما نقولوا احنا تيب مغربان تيب افريكان تيب شينوا ازياتيك ماشان فهمت. مي فماش اختلاف والله. العباد اللي تقعد تحكي هكا وتكذب وتبدا تجيب من عندها واحد والله انا نقعد بهت فيهم ساعات هكا جو ريستي توني. ما شنو مثلا؟ باغ اكزومبل يقول لك فما عباد ما سافرت الجمله ما خرجتش من تونس ويقول لك راسيزت ورا راسيزم وش با كوا. الواقع يعكس ذلك. الواقع نقول لك حاجه اختي في اوروبا انا نحكي على فرنسا بون نعرف اوروبا شوي مي نحكي على فرنسا اللي عشت فيها حياتي الكل. فرنسا كي تخدم تي كالكان دو كوريكت اونيت تخدم ما تعملش المشاكل تخدم على روحك والله حتى ما غير وراق تعيش حياتك لاباس. تعيش حياتك لاباس ما تظلمش لاب. توا هم حالين وراق في فرنسا اللي ما عندوش الوراق ينجم يدخل يعمل دوسي عنده 8 فيش دو باي ولا 12 يصب دوسي محامي ويقف معاه ويعطيوه الاوراق نتاعو ويعطيوه امور واضحه فهمت. فهمتني. فما برشا قوانين بلاد قانون. فرنسا كسرش راسك. فرانسا بلاد قانون معناها تحب توصل راك توصل تحب تخمج يخمجوا هما معاك غاديك هما عندهم قانون نتاع تخدم على روحك سي بون نقدروك فما حتى مشكل. تبدا تبلبز توا كيف لي ساير هنا معناها تبدا تبلبز نروحوا بيك فهمت. فهمتني. حماية الدولة نتاعهم. بيان سور حماية الدولة وهما راهو اسمع فما ريت اللي ما غير وراق عاملينهم ليد ميديكال معناها تصور الدولة تداوي فيهم بلاش. اللي في تونس ما عندناش الشيء هذا في الدول الأخرى. فرنسا البخون شارج لي جون تخليهمش معناها يتعبوا تخليهمش تعبين وفي الشارع وما فهمت. عنده الحق يخدم عنده الحق ما نعرف شنو توا سهلت برشا امور فهمت. فوالا معناها شو نقول لك معناها واحد انا كي نشوف عباد يمشيو غاديك ويخدموا على رواحهم وجوهم بها والله نشجعهم والله ساعات واحد نشجعهم يخدموا على رواحهم ويوصلوا يعني نعرف صحابي انا ما غير حتى اوراق في فرنسا ويخدموا امورهم واضحه عندهم لي فيش دو بي عندهم دي ديمارش باش يعملوها باش ياخذوا اوراقهم. مي كي انت غاديك تمشي تلوج ما عادش فما كالحكايه الفارغه راهو كل شيء يتبدل. العباد اللي قاعده تعيش لهنا وتشوف الكليبات نتاع الراب واحد هذوكم سي دي سين سي ميز ان سين ناس يهبلوا في العباد وحدهم فهمت. مي الحقيقه نتاعك كالرابور والحقيقه نتاعك العيشه هذيك اللي يشوفوا فيها في الكليبات مش هي في عام نسافر نعمل برشا فلوس نجي وفلوس وكاش ودنيا ميم لي فواتور هذوكم اللي تشوف فيهم
سي دي فواتور دو لوكاسيون فهمت. حسب تجربة العيش نتاعك في فرنسا، شنو تحب تقول لشبابنا اللي الحلم نتاعو الهجرة؟ والله باش نقول لك، أنا كان وتيت واحد باش يمشي يحسن وضعيته بوركوا با، معناها وفما كانت تتذكى وتعيش نظيف بارتو دون لو موند انتي، في العالم جملة كي تعيش نظيف راك تنجح في حياتك. باش تقعد في الوسخ وتدخل روحك وتدخل في المشاكل، فهمت؟ حكاية فارغة فهمتني. أنا نشجعهم يمشيو، نشجعهم يمشيو، ونشجعهم حتى كي يوصلوا غاديك يعرفوا كيفاش يتصرفوا، فهمت؟ ما يمشيش يتبع حكاية فارغة واحد، فهمت؟ ويوصل راهو 7000 واحد مشى ووصل وعمل فلوس وعمل أوراق وعرس وأمور واضحة، فهمت؟ مسيو شنو هو الصعوبات اللي لقيتها في تونس ما خلتكش معناها تكمل البروجي نتاعك اللي محضره؟ الصعوبات اون فيت لي ديمارش ادمينستراتيف، باش تمشي تعمل ورقه تتعذب، وكل ما ترجع غدوه هذه هبلت العباد الكل، ومشى اللي باش يصحح مش هنا واللي مشى مش هنا، فهمت؟ والله هذيك كانت تتحسن تو البلاد تتحسن. تو كي تمشي تو على ورقه ولا تمشي على حاجه ولا تمشي مثال تعمل باغ اكزومبل تو بروبوز ان بروجي، تعمل بروجي باش تحب تعمل حاجه في تونس في بلادك، تلقى برشا صعوبات كبيره، معناها امشي يعمل هكا ديجا كي يفسروا لك كيفاش باش تعمل الديمارش، انت تقف تعمل ستوب تماركي ستوب مع عشر تولي تمشي، عباد تعمل فيها في الماروك وعباد تعمل فيها في السنغال ومسهلين لهم ويشجعوهم واحد، نقعد بها تاني كيفاش كي تجي لهنا تحب تعمل انفستيسمون ولا حاجه، تو سافخين ويخرجوا لك حاجات ايماجينير ما تعرفهاش، مش ما عندهاش علاقه بالموضوع الجمله، فهمت؟ فوالا انا جي لاشي لافير ان تي بو، من بعد قعدت ديما معناها اون ليان، ساعات نمشي نعمل طله هكا على لاتفيل نتاع بورقيبه ولا شو اسمهم، لا فهمت؟ والله مره جبت معناها فما برشا حاجات باش نحكي على تجربه عشتها، جبت برشا حوايج واحد فهمت في بالي باش نعطيهم لاتفيل واحد فكوهم لي فكوهم لي وين فكوهم لك في الجو؟ حسب رايك انت، فكوهم لي وقالوا لي هذيا تجاره وما نعرف شنيا وما نعرف شنيا، قلت انا غريبه، وحتى كلمت مدير نتاع قمرت كلمته قلت لهم تبرعات ولا قلت لهم اي، وكلمته تفضى وما حبش حتى يمشي لهم يهز، يودي قلت له اجا نعمل ورقه نعمل لك تصح برا هزهم، حتى معناها سي دوماج، معناها سي دوماج تقعد معناها تشوف الحاجات هذوما قاعدين يصيروا، فهمت؟ سي دوماج واحد يقعد باهت كيفاش معناها ما فما برشا تحسن في البلاد، لاحظته معناها رئيس مصلي على النبي قاعد يخدم في خدمه باهيه، مي بون فما حاجات فما ديكوان اخرين يلزم يتفقدوهم. ما هو الوضع معقد. اي معقد عارفين اختي معقد، مي فما اورغانيزاسيون راهو، فما بلاد مصلي على النبي تونس كريتها، معناها عانيت في الريفوليسيون عملت لي تو نتاع شونج دخلت بعضها ايكونوميكمون ما عادش عندها دي بخي عندها حاجات جاوها وديما معناها الحمد لله واقفه، فهمت؟ ما صار لها حاجه، مي خويا مو زاد واحد البلاد يخمم فيها شوي، فهمت؟ يتحسن هكا ويعطي ظروف معناها يتحل على لي بروجي انترناسيونال، يتحلوا على لي بروجي نتاع العباد اللي تحب تخدم وتحب تعمل، سهلوا لها برشا حاجات، خلي يدخلوا كولتور اخرى، خلي يجيبوا حاجه اخرى للبلاد. فما تو المشروع هذا اللي نحكي لك فيه هنا ما نجمش نتعمق برشا، الوحيد في تونس. علاش في الماروك؟ عندي صحابي انا في فرنسا عندهم الحكايه ذي في الماروك وعندهم في السنغال، وسا ترافاي معناها يخدموا حاجه هايله برشا. علاش كي واحد يحب يمشي يسال على حاجه ولا يمشي يحب يعمل حاجه يفهموه لي هو، تعرف شنو من المستحيلات السبعه، فهمت؟ ولا فهمتني. وربا تقعد ديما معناها فرنسا، شو نقول لك معناها فرنسا هي تو نشوف فيها حلم، حتى عندي في العائله معناها ماذا بهم يمشيوا ولا فهمت صحابي ولا انا نشجعهم، ما نكذبش عليك نشجعهم يمشيوا، خاطر العيشه تتحسن برشا حاجات، حتى المونتاليتي لا مونتاليتي سي با لا ميم شوز، فهمت؟ تولي تتنظم في حياتك، تولي لا هوج ما عادش تقبلوا برشا حاجات تشوف فيهم بيزار، فهمت؟ فوالا معناها شو نقول. ميرسي مسيو عايش بيبي.